الفاتحة. إن شاء الله يبدو إن الختمة دي هتبقى في تهجد يوم واحد، ليلة 21 في التهجد، هنختم في التهجد ونجيب سورة البقرة الختمة الجديدة، ولو عندنا وقت قبل الفجر شوية نجيب حتة من آل عمران، ما عندناش يبقى كده حسب الظروف يعني. ربنا يسلمك يا الله يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم، وعلى آله وصحابته وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم اغفر لنا مغفرة عامة تجلو عن القلب كل صدى، ورقنا في معارج مدارج، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوات الله وسلامه وتحياته ورحمته وبركاته على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت، وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نتوسل به إليك ونستشفع بلديك أن تقبل أعمالنا وأن تحسن أحوالنا وتنير بالمعارف قلوبنا وتفرج من قدرات الأغيار كروبنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلماءنا وجيراننا وأحبابنا وذريتنا وكل من له حق علينا وآل بيت نبينا وأمة حبيبك المصطفى أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، نكمل قراءة كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية للإمام الحافظ المحدث الورع المالكي المذهب أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة. ونحن اليوم في تعليقه حول حديث البيعة، وهو الحديث الثالث في الكتاب، حديث البيعة التي ذكرها سيدنا عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بايعهم على ألا يشركوا بالله شيئا، وهو يعلق على قوله ألا يشركوا بالله شيئا، وقال أن شيء تطلق على الصغير وعلى الكبير وعلى الكثير وعلى القليل وعلى أي شيء مطلقا. وبالتالي بدأ يذكر الفرق التي أشركت بالله شيء، قد يكون هذا الشيء قليل قد يكون هذا الشيء كثير، ولكن يعطيك نماذج لأساليب التفكير في التي وقع فيها بعض الناس من الفرق الضالة، وكيف وقعوا في هذا، وما موقف أهل السنة والجماعة منهم. فذكر فرقة القدرية، ثم ذكر بعد ذلك فرقة الجبرية. والقدرية والجبرية هي السؤال المشهور الذي يقال في كل مجلس: الإنسان مخير ولا مسير؟ هذا هو. فمن قال أنه مخير مطلقا وأنه يخلق أفعاله هم القدرية، ومن قال أنه مسير مطلقا هم الجبرية. وأهل السنة وقفوا بينهما كما شرحنا بالأمس. يتكلم اليوم على فرقة ثالثة من هذه الفرق، وشاع خطرها في هذا الزمان، وهي تمثل في هذا الزمان الفرقة الوهابية، وهم المجسمة الذين يجسمون الله سبحانه وتعالى. هذه الفرقة اشتهرت في هذا الزمان، وكرسوا أموالهم في طبع منشوراتهم ومطبوعاتهم وكتبهم بطبعات فاخرة، ويوزعونها بالمجان على الناس المعتمرين والحجاج، فانتشر مذهبهم في كل بقعة وفي كل مكان، حتى أنك قلما تدخل مسجد إلا وتجد له منشور ملصق على جدار من جدران هذه المساجد، حتى يبينوا للناس ضلال عقيدتهم على أنها الحق.
فهذه هذا الأمر هام جدا أن يعلمه المسلم، لأن يمكن فرقة القدرية خلاص ماتت، ما فيش حد قادر الآن في زمننا، ولا في حد جبري الآن في زمننا، إلا القليل النادر الذي يقال أحيانا عن من بعض العصاة وبعض المفكرين الذين لم يضبطوا أفكارهم بالشرع وبميزان الشرع يقولون مثل هذه الكلام، ولكن العوام والمسلمين لا يأبهون لهم. ولكن الخطورة في الفرقة المجسمة التي يكلمون العوام، والعوام يجدون لكلامهم أثر في نفوسهم فيسيرون خلفهم. هذه الفرقة التي تمثل في هذا العصر الحديث فرقة الوهابية، والتي تبنتها ورفعت رايتها من حيث الفكر والسياسة هم الحكومة السعودية بالتحديد كده، عشان نحط النقط على الحروف علشان الناس يبقى واضحة. فالسعوديين هم الذين زرعوا هذا الفكر وتبنوا الفكر الوهابي، وأعانهم على ذلك وزارة المستعمرات البريطانية في القرن 18 من الهجرة، وهم الذين أعطوهم البنادق والأسلحة، وهم الذين نشروا هذا المذهب حتى يتفرق المسلمون فيه إلى فرق وأحزاب ما بين مؤيد ومعارض، فيتحول حرب المسلمين إلى فيما بينهم ويكون على بعضهم لا على أعدائه. هذه هي المؤامرة الكبرى التي فعلوها. ثم زاد الطين بلة، لأننا نحن في أزمان فتنة، أن ظهر البترول في بلادهم وكثرت أموالهم، وكان هذا مما يستدعي عمل الناس عندهم في التعاقدات. ثم بعد ذلك زاد الطين بلة أنه محتل الأراضي الحجازية التي يذهب إليها المسلمون معتمرين وحاجين، فكان ذلك كله سببا لانتشار مذهبهم في بقاع الأرض وفي جميع أنحاء المعمورة الآن. يعني قد لما تجد مسلم إلا وسافر حج أو اعتمر أو تعاقد في العمل في البلاد البترولية. هؤلاء جميعا كانوا أرض خصبة لزرع هذه الأفكار في نفوسهم، فعادوا بعد ذلك إلى بلادهم يحملون هذه الأفكار ظنا منهم أنها هي الحق، وصار بعد ذلك الأمر فتنة يحتاج إلى التوضيح والبيان بغير مواربة، ولأننا كثيرا ما علمنا الناس بالمواربة ونقول أن هناك من يقول كذا، والناس لا تفهم. الناس تريد أن تضع لهم الخطوط الحمراء تحت أسماء من يقول. والوهابية نشروا هذا المذهب نقلا عن كتب ابن تيمية بوضوح كده، وابن تيمية كان في كتبه الواضحة يقول بصريح العبارة في أكثر من كتاب له أن التمثيل ممنوع أما التشبيه فوارد، فهو يشبه الله ولا يمثله ويشبهه بلا كيف، هذا هو اعتقاده ويقوله في أكثر من كلام، ليس كمثله شيء، فقال التمثيل ممنوع ولكن التشبيه وارد، له يدان وله رجلان ويتحرك وينزل وعندي أدلة كثيرة يقول ذلك ولكن بلا كيف. تصور هذه العقيدة الفاسدة بعدما ماتت قرون عديدة يعيدون إحيائها في وسط المسلمين ويقولونها على المنابر الآن في خطب الجمعة. تصور بعض مساجدهم يقولون مثل هذه الأشياء، درجة أحدهم يقول عن نفسه عبد المستوي على عرش بذاته، أحدهم كان يقول عن نفسه هذا محمد الفقه اللي هو من أسس جمعية أنصار السنة في مصر داعية للمذهب الوهابي والفكر التيمي في مصر في الثلاثينيات من القرن الماضي، كان يسمي نفسه ويوقع في خطاباته محمد الفقي ابن عبد ربه المستوي بذاته على عرشه، هكذا يقول. تصور، فيعني احذر. يمثل هذا الفكر في مصر مجلة التوحيد، عشان نقعد بقى نحط النقط على الحروف بقى، فاللي يشتري مجلة التوحيد يحذر، فهي التوحيل وليست التوحيد. واللي ويمثلهم مساجد أنصار السنة المحمدية، حيثما وجدت إشارة مسجد أنصار السنة المحمدية فهذه الإشارة هي إشارة التكسيم وإشارة الفكر التيمي وإشارة الفكر الوهابي وإشارة الفتنة التي زرعها الإنجليز في بلاد المسلمين حيثما حلوا. فاحذرهم، وهم مشهورين بتصرفاتهم المعلومة أنه إذا صلى يراقب من حوله ولا يراقب نفسه، فإذا دخل المسجد تجد عينه على كل واحد يصلي
مشغول بإصلاح صلاة الناس وغير مشغول بإصلاح صلاة نفسه. هكذا هم حالهم، لأنهم نصبوا أنفسهم أئمة على الناس بقراءة كتاب أو كتابين ينصب نفسه إمام على الناس. فالنهاردة هنقرأ فكر هذه الطائفة المجسمة الضالة، لأنها كانت لها جذور في التاريخ قديما، ولكن كل حين يعني تنشط، ثم بعد ذلك يدحرها العلماء، ثم بعد ذلك يأتي زمان فتنشط ويدحرها العلماء وهكذا. فيقول: ومنهم المجسمة، لأنهم يقولون بالجسم والحلول، ومعتقد هذا لا يصح منه الإيمان بعموم اللفظ المذكور في الحديث، لأنه لا يصح الإيمان بمقتضى لفظ الحديث حتى يصح الإيمان به عز وجل بمقتضى ما أخبر به عن نفسه، حيث يقول ليس كمثله شيء، ينطلق وشيء ينطلق على القليل والكثير وعلى كل الأشياء. فمن خصص هذا العموم وهو قول ليس كمثله شيء لم يصح منه الإيمان بعموم لفظ الحديث وإن ادعاه، لأن من لا يعرف معبوده كيف يصح له الإيمان به، وذلك محال. هم قالوا أن ربنا جسم، لكن قالوا أن ربنا جسم إزاي؟ لأنه نسبوا إليه الاستقرار على العرش، الاستواء بمعنى الاستقرار أي الجلوس عندهم، هكذا يقولونها صريحة ولا يستحوا، يقولون الاستواء بمعنى الجلوس، والنزول نزول حقيقي، ينزل ربكم إلى السماء دون نزول حقيقي دون أن يخلو العرش منهم كما يقولون. ووقف ابن تيمية في الشام في دمشق على المنبر ويقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كنزولها نزل من على المنبر، ونزل درجة فاجتمع أهل المسجد عليه وضربوه بالنعال. هكذا في التاريخ حاجات كلها معروفة مثبتة، وقالوا أن في عقله خلل. هذا الرجل الذي في عقله خلل هم الذين يجعلونه حجة بينهم وبين ربهم الله. إذا قلت لهم قال رسول الله يقول نناقش الحديث، ربما يكون موضوع أو ضعيف أو، وإذا قلت لهم قال ابن تيمية يقول سلمت وآمنت. هكذا هم جميعا، ودي علامتهم. إذا قلت له قال الله عز وجل يقول نبحث عن التفسير، قال رسول الله نبحث عن إخراج الحديث. فإذا قلت له قال ابن تيمية لا يقول نبحث أبدا، يستسلم ويسلم، وكأن ابن تيمية هو رسوله بعد رسول الله. هذا ابن تيمية الذي قال أن الله جسم، ولم يقل أنه جسم بصريح العبارة، ولكن قال ما يلزم منه الجسمية، لأنه حمل الجوارح الصفات التي هي العين، واصطنعتك لنفسي والتصنع على عيني، فقال هي العين الجارح على حقيقتها، ولكن بلا كيف، يعني ليها جفن ملاش جفن، ليها رموش ولا ملاش رموش، فيها بياض ولا سواد ولا خضرة ولا ملونة، ولا لابس نظارة ولا مش نظارة، دي بقى دي ما نعرفهاش، لكن هي عين الحقيقة. تصور هذا المخبول يقول كده ويجد من يسير خلفه، بل يده مبسوطتان، يقول هي يد على الحقيقة، ويقول مش كده وبس، ان الله جالس على العرش وعلى يمين العرش مكان علشان يجلس عليه سيدنا محمد يوم القيامة عشان يشفى، يعني متخر له شوية كده عشان يعافي سيدنا محمد. صور هذا الكلام أيضا. وهذا الرجل هم الذين يجعلونه حجة لهم بينهم وبين ربهم. فتصور الخبل اللي الناس الوقتي مش متصوراه. اللي بتقوله لك ده قالوا كده، قالوا نثبت إلى الله كل جارحة بلا كيف إلا الفرج واللحية، هكذا قالوا. والله قالوا هذا في كتبهم، قالوا نثبت إلى الله كل جارحة بلا كيف إلا الفرج واللحية. طب وليه بقى يعني ما كنت بالمرة؟ يقول لك أصلا لم يثبت عندنا أن له فرج أو لحية، لم يثبت، لو ثبت كنا قلنا، لكن ما فيش. لكن ثبت أنه يتكلم وأنه ينظر له عين، وأنه ينزل، وأن له يدان، وأنه يضع رجله في النار، وأنه، فأثبتوا كل هذه الأشياء. الرجل تبقى رجل الجارحة يبقى ليه رجله، وهكذا. شفت هذا الخبل، حاشا أن يكون وهو ليس كمثله شيء. ثم إذا كان جسما فالجسم يفتقر إلى الحيز ويفتقر إلى الأعضاء، والله لا يفتقر إلى شيء، فكيف يكون جسما؟ يعني العقل يحلها والنص معاها،
ليس كمثله شيء. وإيه هو المخلوقات اللي هي في الأكوان؟ إما جسم أو جوهر أو عرض، هي كده الأكوان كلها لو اختصرتها، يا إما جواهر يعني كتل بلا أجزاء، أو أجسام يعني كتل مكسمة من أجزاء يبقى اسمها أجسام، أو أعراض يعني تحل في الأجسام وهي كاللون وغير ذلك، أو الطول أو العرض أو الكمية أو الوزن أو النسبة، كل اسمها أعراض. فهمت إزاي؟ هي دي الأكوان كلها، إما جسم أو جوهر أو عرض. والله بيقولك ليس كمثله شيء، يبقى لا يكون في الأكوان مثله، يعني ليس جسما ولا جوهرا ولا عرض. سهلة يعني، العلماء يقولوا كده، كل العلماء يقولوا، لكن هو يقولك لا، نحن نشبه الله بما شبه به نفسه حتى لا نعطل الصفات، ويقول كلام يليق على يعني أذهان ضحل التفكير وسطحي التفكير. لكن ازاي يكون كده؟ لهم كتاب اسمه معارج القبول يوزعونه ومغرمون به الى يومنا هذا، اذا ذهبت الحج والعمره يوزعون كتاب اسمه معارج القبول، اذا قراته تستشعر انك تعبد الله ويشبه لك الله على انه في صوره حيوان. تصور بعد ما تقرا الكتاب تتصور في ذهنك ان ربنا ده له صوره، ترسمها يطلع حيوان. تصور هذا الكتاب مغرمون به جدا، تأليف واحد اسمه أحمد حكمي. من أحمد حكمي؟ مجهول ابن مجهول، جاهل ابن جاهل، لكن مغرمون به جدا، وإلى يومنا هذا يوزعون هذا الكتاب واسمه معارج القبول. تصور، وهو معارج الرفض كلها ومدارك، بدل ما نخليها معارج نخليها مدارك، مدارك الجاهلين. فربنا ينجينا. على أي حال، ثم نرجع الآن إلى البحث معهم في بيان اعتقاداتهم الفاسدة بإشارة الناظر فيها بالتناصف تكفيه، فنقول ادعاؤهم الجسمانية والحلول تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لا يخلو إما أن يدعوا ذلك من طريق المشاهدة أو من طريق الأخبار أو من طريق القياس بالنظر العقلي ولا رابع. يعني بيقول لك إذا ادعوا أن ربنا جسم هيدعوا حاجة، الحكاية دي إما أنهم شافوها بالمشاهدة أو بطريق الأخبار يعني الآيات والأحاديث، أو بطريق القياس بالنظر العقلي، ملهاش رابع بقى، مش كده برضو؟ طيب، فإن ادعوا المشاهدة فذلك باطل بالإجماع. حد شاف ربنا؟ ما حدش شاف ربنا، يبقى إذا ادعوا المشاهدة يبقى ده باطل، يبقى دول مجانين بقى، يبقى سقط الكلام معاهم. فذلك باطل بالإجماع ولا يخالف فيه بر ولا فاجر. وإن ادعوا الأخبار وتعلقوا بقوله عز وجل الرحمن على العرش استوى فباطل أيضا، لأن هذا اللفظ محتمل لأربعة معان، وتأويلهم الفاسد خامس. يجي لك الرحمن على العرش استوى، كلمة استوى ليها معاني كتير، ليه أنت تحملها أيها المجسم على معنى استقر وجلس؟ طب ما ليها معاني كتير، تحتمل معاني كتير، ليه انت بقى ايها المجسم تروح حاملها على معنى خامس بس، وليها اربع معاني اخرى تحتمل انها تليق بالله او لا، او بعضها لا يليق مثلا. فكيف تقوم لهم حجة بلفظ محتمل لخمسة معان؟ والحجة لا تكون الا بدليل قطعي، ومع تلك الاربعة معان لها دلائل تقويها وتوضحها من النقل والعقل، وتأويلهم الفاسد عليه دلائل تضعفه من طريق النقل والعقل. وكيف يكون المرجوح دليلا يعمل به ويترك الراجح؟ هذا من أكبر الغلط. ثم نذكر الآن تلك الوجوه وما يشهد لها من طريق العقل والنقل، اللي هي الوجوه في معنى كلمة استوى، خمس أوجه. الوجه الأول أنه قيل في معناه عمد إلى خلق العرش، الرحمن على العرش استوى، أي الرحمن إلى العرش استوى، أي عمد إلى خلقه، لأن ده أحد معاني اللغة وهيجيب لك أمثلة. كما قال عز وجل ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، مش استوى إلى السماء، يعني توجه إلى خلق السماء، وهي دخان، أي عمد إلى خلقها. والحروف في لسان العرب سائغ إبدال بعضها من بعض، يبقى على ممكن تنفع إلى في لغة العرب كده.
يدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الإسراء: فأتينا على السماء السادسة، يريد إلى السماء السادسة. فالنبي يقول أتينا على السماء السادسة وهو يريد إلى، فالنبي استعمل على بمعنى إلى وإلى بمعنى على، لغة العرب كده. فما فيش مانع أن يبقى استوى إلى السماء برضو استوى إلى العرش يخلقه سهلا. ده أول احتمال معنى. إحنا لا نؤيد أي معنى على فكرة بالمعاني دي، لكن أنا ببين لك إن هذه اللفظة لا يصح أن نستدل منها على المعنى بتاعها. فإذا احتملت معاني كثيرة فلا بد إن أنا إيه، حاجة من الاثنين، يا أولها على معنى يليق بالله، يا إما ما أولهاش على أي معنى واصرفها عن ظاهرها وأفوض الأمر لله. هي دي المسلك، لا ثالث له، يا إما اختار لها معنى يليق بالله عز وجل، يا إما مش لاقي لها معنى يليق بالله عز وجل، أقوم أصرفها عن ظاهرها الذي يوحي بالتجسيم والاستقرار، ثم بعد ذلك أفوض معناها إلى الله عز وجل. هذه الطريقة. عشان كده انقسم العلماء إلى مفوضة وإلى مؤولة. المفوضة الذين صرفوا اللفظ عن ظاهره الذي يوحي بالتجسيم، ثم بعد ذلك تركوا الأمر لله وفوضوه إلى الله، وهم الصحابة. والمؤولة هم الذين صرفوا اللفظ عن ظاهره الذي يوحي بالتجسيم كالصحابة بالضبط، ولكن أولوه إلى معنى يليق بالله عز وجل. فمذهب المؤولة مذهب للمناظرة وليس مذهب للاعتقاد، مذهب لمناظرة الخصم المجسم فقط، لكن الاعتقاد التفويض أسلم. كويس. يبقى التفويض ده مذهب للاعتقاد، والتأويل مذهب للمناظرة. لما أناظر الخصم أقول له يا أخي ده الكلمة دي ليها معاني كثيرة تليق بالله، ليه أنت عايز تحملها بكلمة تحتمل كذا وتحتمل كذا؟ أما يقول بل يداه مبسوطتان يقول لي هو لي يد، أقول له يا أخي ده اليد في لغة العرب ليها معاني، معنى العطاء، معناها القدرة، معناها القوة، معناها الإحاطة، معناها معاني كثيرة، فليه أنت عايز تصرفها على معنى الجريحة بس؟ ده أنا ساعات أقول لك أنت ليك يد عليا، يعني عملت لي نعمة، مش كده برضه؟ لك يد عليا، مش صح؟ يبقى اليد تحتمل معاني كثيرة، يبقى أنا بصرفها هنا وأولها لما بناقش الخصم، لكن أنا بيني وبين نفسي أصرفها عن ظاهرها وأقول الله أعلم بمعناها وخلاص ورايح مخي. يبقى التفويض مذهب للاعتقاد والتأويل مذهب للمناظرة، والاثنين ناجين، لأن نشأ مذهب التأويل عندما انتشرت الفرق لمناظرة الفرق فأولوا عشان يناظروا الفرق. أيام الصحابة ما كانش فيه فرق، فما كانش محتاجين إنهم يأولوا، عشان كده لم ينشأ مذهب التأويل، والاثنين أهل سنة. يبقى لما احتاجوا للتأويل أولوا، وما يعلم تأويله إلا الله، دل أن له تأويل، مش كده برضه؟ دل أن له تأويل، فالحكاية سهلة. فالأحسن هم يقول لك اللي بيأول يبقى بيعطل الصفات، يبقى مش طب ما ربك بيقول وما يعلم تأويله إلا الله، يعني له تأويل، إزاي بقى اللي بيأول بيعطل الصفات؟ وبعدين انت بتتبع المتشابه، يبقى انت اللي في قلبك مرض ايها المجسم. واما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله، وانت مش من اهل التاويل، ويعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم. الراسخون في العلم، لان العطف هنا عند اهل السنه، عند معظم العلماء، ليس هناك وقف لازم عنده، اي الله والراسخون في العلم يعلمون تاويله، يعني الله يعلم الراسخين في العلم تاويله ايضا على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، ولكن ليس على الوجه الحقيقي المراد عند الله، حتى يكون هناك فرق في المرتبة بين علم الراسخون في العلم وبين علم الله عز وجل. هي دي المسألة. فأول معنى فيها معنى عمد إلى، يعني خلق العرش كما قال عز وجل ثم استوى إلى السماء وهي دخان، أي عمد إلى خلقها. والحروف في لسان العرب سائغ إبدال بعضها من بعض، يدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الإسراء: فأتينا على السماء الثالثة، يريد إلى السماء الثالثة. وسنذكر ذلك في الموضع إن شاء الله تعالى، ونشير هناك إلى شيء من فساد مذاهب الشيع كلها، ونشير إلى طريقة الفرقة الناجية في سلامة اعتقاداتهم. الوجه الثاني لمعنى كلمة استوى، قيل في معناه السمو والرفعة، كما يقال على القوم زيد أي ارتفع، ومعلوم أنه لم يستقر عليهم، وكما يقال علت الشمس في كبد السماء أي ارتفعت وهي لم تستقر، يعني بمعنى العلو. استوى على الشيء يعني إيه؟ يعني على، يعني نضج، يعني وصل إلى أعلى درجة من الكمال. أنت حتى في الأكل بتقول الأكل استوى ولا ما استواش؟
يعني وصل إلى درجة النضج الكامل والكمال الكامل الصالح للاستعمال أو لا؟ مش احنا بنقول استوى برضه؟ ولا كده بتوصف الأكل بصفات الله عز وجل ويبقى كده شرك؟ ويقول لك استووا يعني اعتدلوا، يعني كملوا الصفوف، يعني سدوا الفرج، مش كده برضه؟ يبقى استوى يعني ايه؟ ارتفع وكمل ونضج، ليها معاني كثيرة، مش كده برضه؟ وساعات حتى لما الرجل واقف بيقول في الحرم استووا، وكان واحد من الحجاج المصريين بيلف في السوق طول النهار ورجليه فقفقت لانه قاعد بيجيب الهدايا، وبعدين قال له والله استوينا يا عم استوينا. فبتح يبقى استوينا عند الراجل ده غير استو بتاع الامام، يعني لغه العرب واسعه. الثاني فاهم استو يعني ايه؟ يعني اتبهدلوا تعب، يعني كامل التعب على اخره. فيقول لك استوينا عند المصريين دي يعني التعب وصل الى ذروته اعلى درجه، واستووا عند الرجل الامام يعني اعتدلوا. يعني معنى استوى دي ليها معاني كتير قوي. فجايين انت بقى معناها تقول استقر بس؟ طب انت تعمل معاني كتير قوي، ده كل بلد لها معنى عندها. فعلشان كده بيقول لك وكما يقال علت الشمس في كبد السماء ارتفعت وهي لم تستقر، يشهد لذلك قول جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم حين سأله هل زالت الشمس، فقال جبريل عليه السلام لا نعم. بيقول له هل زالت الشمس؟ قال له لا نعم. قال له ايه لا نعم دي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما قلت لا ثم قلت نعم؟ فقال بينما قلت لا جرت الشمس مسيرة 500 سنة، وقد نص عز وجل على ذلك في كتابه حيث قال والشمس تجري لا مستقر لها. لا مستقر لها دي قراءة شاذة لكنها أحاد، ويجوز الاستدلال بقراءة الأحاد على أنها حديث وليست قرآن. يجوز الاستدلال بالقراءة الشاذة على أنها حديث وليست إيه؟ قرآن. يعني لا نثبت لها قرآنيتها، ولكن نثبت لها أنها خبر كسائر الأخبار. واضح؟ يعني الخلاصة إحنا مش بنقيم قراءة الآن، إحنا بنقيم معنى لغة الكلمة استوى إن ليها معنى كتير بس. الوجه الثالث قيل في معناه الحكم والقهر. يبقى استوى يعني قهر، زي يقول لك مثلا إيه؟ استوى الملك على عرش البلاد، يعني قهر البلاد، تملك تدبير الأمر فيها أو شيء منها. يبقى ليها معنى ثاني القوة والقهر والغلبة. كما يقال استوى زيد على الأرض كذا، أي ملكهم وقهرهم. الرابع قيل أنه اسم من أسماء الله عز وجل، يعني قالوا أن في قيل ده ضعيف، يعني قالوا أن ده الرحمن على العرش استوى اسم مركب كده على بعضه. فهمت إزاي؟ كله على بعضه كده، ده كله ده اسم واحد زي ذو الجلال والإكرام، فقيل ذلك وإن كان هذا ضعيف، وأن هذا الاسم لم يصح إلا بعد ظهور الخلق، يعني كان باطنا في ذاته غير ظاهر، ثم لما خلق العرش ظهر هذا الاسم كما كان خالقا قبل أن يخلق الخلق، فظهر صفة الخالقية بعد ظهور الخلق وإن كانت موجودة فيه سبحانه وتعالى. فهمت؟ أدي رأي آخر. قيل إنه اسم من أسماء الله عز وجل ولم يصح اسمه بذلك حتى تم خلق العرش، فسمي بهذه الجملة كما سموا الرجل ببعلبك ومعد يكرب، فلم يصح هذا الاسم إلا بعد تمام الخلق. ومعنى لم يصح أي لم يصح فهمه عندنا، كما هو من أسمائه عز وجل، كما هو من أسمائه عز وجل مغاير لما غيره، ولم يصح اسمه إلا بعد ظهور الخلق. وقد قال بعض الصوفية في معنى هذا اللفظ وهو حسن لولا ما فيه من التكلف من جهة العربية. كلام بقى الصوفية، ساعات الصوفية مدروشين شوية، يوم يجيب لك ايه حاجة كده ما تمشيش مع العربية لكن تمشي مع الاعتقاد السليم، فيبقى دروشة. اسمها ايه؟ دروشة. احنا المصريين بنسميها دروشة. طب ايه بعض الصوفية المدروشين قالوا الكلمة دي بس ايه فيها تكلف زائد؟ يقول لك الرحمن على العرش استوى، يعني الرحمن تعالى والعرش هو اللي استوى. يعني كلام صوفي درويش لكنه بعيد لغة على أي حال. ليه بعيد لغة؟ لأنه كان هيقول العرش تبقى مبتدأ، مش كده برضه؟ إنما ما قال لك على العرش خلى على حرف جر والعرش مجرورة، فبعيدة. علشان كده حتة دروشة، لا بأس من الدروشة إن كانت توافق الاعتقاد السليم، يعني لا بأس، لكن لا نتخذها دليل وحجة، لكن هي بتقال كده علشان يبين لك بس ايه يعني اقوال كل من قال. الخامس
ما ذهبوا إليه بتأويلهم الفاسد. ده الخامس بقى اللي هو تأويلهم. استوى يعني استقر، جلس. الله، يعني كان ربنا واقف وبعدين قعد؟ حاجة غريبة يعني، يعني شيء غريب ان يعني يظن هذا المعنى. ما ذهبوا إليه بتأويلهم الفاسد من أن الموضع يقتضي الحلول والاستقرار، يعني حل على العرش فاستقر، هم فهموها كده. يبقوا خواجات بقى، أكيد دول خواجات وتعلموا العرب، واخد بالك؟ يعني المجسم، وفعلا فرقة المجسمة دي كلها تجدها مين؟ من غير العرب الذين أسلموا وتعلموا العربية، هي دي فرقة المجسمة. ما فيش عربي فصيح مشي معاهم. ليه؟ لأن المجسمين دول أصلا مش فاهمين اللغة العربية، والقرآن عربي، نازل بيكلم عرب، فاهم في معنى مجازي ومعنى حقيقي وفي معنى مشترك، في حاجات كتيرة تحتمل حاجات كتيرة. فانظر إلى هذا النظر الفاسد كيف يصح مع هذه الوجوه الظاهرة، وكيف يصح مع مقتضى لسان العربية الذي يقتضي الحقيقة والمجاز. هم بقى عشان يخرجوا من الحكاية دي في الأول خالص قعدوا قاعدة، واللي قعدها مين؟ ابن تيمية. قال لك إيه؟ لا مجاز في القرآن والسنة. المجاز ده في الشعر بس وفي لغة العرب، إنما في الشرع بتاعنا مفيش مجاز. ليه؟ قال لك كده، لأن المجاز ده بحر واسع، فلو كلمنا بالمجاز يبقى هيحيرنا، وهو مش معقول يحيرنا. فهمت؟ ده رأيه. في حين أن ربنا في أكثر من موضع يقول إيه؟ يقول قرآنا عربيا غير ذي عوج، يعني قرآن عربي بيتكلم بالعرب، والقرآن مليء بالمجاز. ويجعلون أصابعهم في أذنهم. أنت ما بتحط في أذنك، بتحط طرف صباعك ولا صوابعك كلها؟ ودن فيل دي ولا ودن بني آدم؟ بتحط طرف الصباع. فربنا سماها أصابعهم ويقصد طرف الصباع، وده مجاز، صرفنا عن حقيقته، واضح يعني القرآن مليان مجاز. واسأل القرية التي كنا فيها، هروح أسأل الحيطان ولا أسأل أهل القرية؟ فهي مجاز باعتبار الحل وإرادة الحل فيه، باعتبار المحل وإرادة الحل فيه. يبقى ربنا كلمنا بالمجاز. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيل. يعني أعمى عن الحق ولا أعمى يعني فاقد بصره؟ طب ما في ناس عميان زي ابن أم مكتوم ومن أهل الجنة، يبقى أكيد ربنا يقصد أعمى هنا بالمعنى المجازي مش بالمعنى الحقيقي. يعني القرآن مليان مجاز، فمنين أنت تطلع لي الحكاية دي بقى الفرتينة دي يا ابن تيمية؟ والعجيبة إن ابن القيم تلميذه يؤيد هذا القول من شيخه، واخد بالك إزاي؟ في كتاب الجيوش المرسلة، ويقول إن مستحيل إن ربنا يكلمنا بالمجاز ثم بعد ذلك يكلمنا في الوضوء والخراجة بالمحكم والخراءة. شوف إلا يعني إن الله يصف نفسه بالمجاز ويكلمنا في الوضوء والخراءة بالمحكم. شوف يحط الخراءة في آخر السطر وصفات اللي في أول السطر. شوف قلة الأدب بس عشان تعرف إساءة الأدب وعدم التوفيق. فحاجات غريبة. ليه؟ إيه اللي جعله كده؟ إنه مشي ورا ابن تيمية، وابن كثير مشي ورا ابن تيمية، صاحب الكتاب التفسير القرآن العظيم لابن كثير، من تلامذة ابن تيمية. ففي كتير لتلامذته كتير، وعشان كده تلاقي هم مغرمين بتفسير ابن كثير يتباعوا ويوزعوا على الناس، ومغرمين بكتب ابن القيم يوزعوا على الناس، وبعدين مغرمين بكتب شيخ العصابة كلها ابن تيمية يوزعوا عنا. فهمت ازاي؟ ادي كل الحكاية. وبعدين بعد كده يوزعوا لك كتب ابن فلان وابن فلان وابن فلان لحد ما يطلع لنا ابن اللي مش عارف مين بقى، واخد، وهكذا. فربنا ينجينا منهم وينجوهم من انفسهم. فعلى شكرا بيقول لك ومع مقتضى لسان العربية الذي يقتضي الحقيقة والمجاز. تيجي تقول لي واحد منهم يقول لك أصل ما فيش مجاز في صفات الله عز وجل، الحقيقة بس. جاهل، جاهل. لأن أولا الله سبحانه وتعالى كنهه غير معلومة، فلا بد أن يصف نفسه بالمجازات، لا بد. لأن لو كنه معلومة كنا نعمله على الحقيقة. ده أولى شيء لحمله على المجاز هي صفات الله عز وجل، لأن إزاي تعرفه على الحقيقة؟ ده انت لو عرفت على الحقيقة تبقى أدركته وتبقى أحط به علما، وربك بيقول ولا يحيطون به علما. فازاي احملها على الحقيقة؟ ما انا لو حملتها على الحقيقة أحيط به علما، وربنا بيقول لا يحيطون به علما، لا الأنبياء ولا الملائكة ولا الصالحين ولا المؤمنين يحيطون به علما، لأن ده خبر، والخبر قابل أبدا للتخصيص. يعني ما ينفعش تقول في الخبر إلا فلان. يعني حتى سيدنا محمد لا يحيط برب علم، صور بقى دي، لأنه لو أحاط به علما لقهره في فهم،
فهمت ازاي؟ والله قاهر فوق عبادي، وسيدنا محمد من عبادي، فلا بد ان لا يحيطون به علم، سيدنا جبريل من عبادي، كل الخلق عباد الله، والعباد كلهم لا يحيطون به علما. فازاي بقى انت عايز تحمل اللفظ على الحقيقه عشان نحيط به علما؟ ازاي؟ فهمت؟ فلا بد ان نحمله على المجاز، لان لو حملته على الحقيقه احط به علما. وقال لك لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار، ادراك احاطه. لكن ممكن نبصره، كل على قدر تجليه فيه. يعني احنا هننظر الى الله وربنا هيتجلى لينا، لكن انا هشوفه زي ما سيدنا محمد يشوفه، زي ما سيدنا ابو بكر هيشوفه. كل يرى ربه على حسب قدر ايمانه وعلى قدر تجليه فيه، بل كلما اظهر نفسه لخلقه ظهر بتجل جديد حتى لا يكون هناك تكرار وملل، لحد ما توصل في الاخر الى مقام يسمى مقام الحيره، فلا يحيطون به علما حتى حال النظر اليه. فهي الحكايه كده واضحه. فازاي يقول لك ايه عشان تعرف بس الايه؟ انا بقول لك كده ايه، لان ممكن تقولوا ان احنا نحمله على المجاز، يقول لك احنا ما عندناش مجاز في القران والسنه. قال ما عندناش مجاز في القران والسنه، طب ما ترد زي ابن باز كان بيقول كده، ما هو منهم كان يقول كده. وكان شيخ نجيب المطيعي كان قاعد مره في السعوديه معاه، وهو اعمى، ابن باز ده كان اعمى، اعمى البصر، فقال لو لم يكن هناك مجاز في القران لاحرجناك، من كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى واضل سبيلا، ولا يقول بذلك عاقل. فسكت الشيخ ولم يرد. واضح. وبعدين المجاز كمان في احاديث النبي، انا كلمنا بالمجاز كتير قوي قوي قوي. اللي يحضرني الان ان سيدنا رسول الله قال مثلا وهو على فراش موته لزوجاته وهم محيطين على سريره، قال الحقكن بي اطولكن يدا، يعني اول واحده هتموت بعدي فيكم اطولكن يدا. فجابوا بقى المزوره والمتر وقعدوا يقيسوا اطول ايد مين، لقوا ستنا حفصه وستنا ميمونه، واخد بالك ازاي مثلا. وبعدين مين اللي ماتت بعد النبي على طول؟ ستنا زينب بنت جحش، وكانت اكثرهن يدا في الطول، ولكن كانت اكثرهن صدقه. ففهموا ان اطولكن يدا يعني اكثركن صدقه، واليد بمعنى العطاء. يعني النبي كلم الناس بالمجاز اهو. فازاي تقول لي ان ما فيش في الشرع عندنا مجاز كله حقيقه؟ ازاي اذا كان النبي كلمنا بالمجاز؟ وربنا قال حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، سمى ضوء النهار خيط، وده مجاز، عين المجاز واضحه. يعني القران مليء بالمجاز والسنه مليئه بالمجاز. وبعدين يقول لك احنا لا نعتقد ان هناك مجاز في القران والسنه، بل الكل على الحقيقه حقيقه، ويعملها لك كده بالقاف حاجه يعني. وتيجي تساله اسمك ايه يقول لك احمد، اصله بقى مثقف، حاجة غريبة يعني. مع مقتضى لسان العربية الذي يقتضي الحقيقة والمجاز، فجعلوا هذا حقيقيا لا يقتضي المجاز، ولم ينظروا إلى دليل يخصص أحد الوجهين الحقيقة أو المجاز، فضعف مركب على ضعف. الضعف الأولاني أنهم قالوا أن ما فيش مجاز كله على الحقيقة، والضعف الثاني المركب على الضعف أن هم لما ما قالوش كده ما رجعوش للمجاز بوجه راجح، فما رجحوش اي المجازات ارجح، لازم ارجح بقى مجاز يطابق ايه ليس كمثله شيء، لان دي ايه نص في المساله لا يخصص. فلا بد ان انا لما اجي اعمل تاويل بقى اعمل تاويل يطابق ليس كمثله شيء، مش هاول اسكت واصرفه عن حقيقتي، لان الحقيقه تؤدي الى مثليه. فهمت ازاي؟ تؤدي الى التمثيل وتؤدي الى التشبيه. فضعف مركب على ضعف، وكيف يسوغ اعتقاد هذا الوجه المرجوح مع عموم قوله عز وجل ليس كمثله شيء؟ كفى بعموم هذه الآية دليلا على ما تأولوه ليس بحقيقي، فأبطلوا نصا لا يحتمل التأويل اللي هو ليس كمثله شيء، وعموما لا يحتمل التخصيص اللي هو ليس كمثله شيء، وهو قوله عز وجل ليس كمثله بأحد خمس محتملات. يعني جونك في نص لا يحتمل التخصيص ولا التأويل، ليس كمثله شيء، أبطلوه بنص يحتمل خمس تأويلات، يبقى تمشي مع مين؟ ما عندهمش بقى. واختاروا كمان أسوأ تأويل في الخمسة اللي هو يوحي بالتكسير كمان. شفت بقى انهم جهلة ولا لا؟ عشان كده مرة سألنا الشيخ محمد الحافظ التجاني
سنة 77 في الزاوية التجانية، وكنا لسه طلبة في كلية في سنة 5، فضل لنا سنة ونتخرج. فبنقول له يعني أم الوهابية دول حكمهم إيه، كفار ولا مبتدعين ولا نصلي وراهم ولا نعمل إيه بس؟ فقعد كده الشيخ كده، كان دمه خفيف رحمه الله، كان عنده حلم، فقعد عمل كده وكان لابس عمة وعملها كده وقعد يهرش، وبعدين في الآخر حمير. قال لنا كده والله، قال كده، قال حمير. حمير يعني جهلة يعني، فهم جهل يعني، لا قال لك كفار ولا قال مبتدعين ولا بتاع، حمير. واتفهم بقى، فهمت بقى المسألة، ادي الطريق. والمقصود بالحمير ايه؟ وده تشبيه قرآني، كمثل الحمار يحمل اسفار، مش كده برضه؟ فهم حافظين القرآن ومش فاهمين معناه، يبقوا كمثل الحمار يحمل اسفار، فلقينا كلامه مطابق لما في القرآن، فهمت بقى المسألة. فالشيخ مش بيقول كلام اعتباطي يعني، هو بس عايز يقول كلمة دقيقة عشان كده قاعد يفكر، بس الكلام كتير، ممكن يقول جهلة، يقول مجرمين، يقول مثلا مبتدعين، يقول مجسمة، يقول ضلالية، ممكن يقول أي حاجة، يقول خانهم الصواب، متسرعين، واخد بالك، منافقين، خوارج، كل ده بكل نقيل، واخد بالك، ممكن يقول أي حاجة، لكن هو عايز يقول لك لفظ دقيق. فقال لك حمير، يعني حمير يعني حافظين القرآن وبيقروا الكتب ومش فاهمينها، عشان كده هم بيقروا الكتب وحاملين القرآن ومش فاهمين، كمثل الحمار يحمل أسفارا. كلام مظبوط بتاع الشيخ التجاني، لفيت على مشايخ كتير ما لقيتش أدق من تشبيهي لهم، بقيت المشايخ كلهم اللي حضرنا معاهم يقول لك خوارج العصر، خوارج العصر يعتبرون كده، لكن ما فيش أدق من عبارة الشيخ التجاني، هي حمير، لأن يطابقها الآية، كمثل الحمار يحمل أسفارا. بس اهو بيقول لك ضعف مركب على ضعف، ضعف مركب على ضعف، ينكر الحقيقه، ينكر المجاز، وبعدين بعد كده ياخد وجه من وجوه المجاز في نص تاني. طب ما استوى لما قلت استقر، ما ده معناه حقيقي ولها معنى معاني مجازي اخرى راجحه في استعمال لغه العرب، بل استعمالها في المجاز الحقيقي عند العرب نادر. نادر كلمه استوى عند العرب بمعنى استقر على الكرسي، يعني نادر. لكن بيستعملوها بمعاني كتيره قوي. طب اشمعنى يعني المعنى ده اللي حلو عندك انت؟ الا انك انت عندك شهوه انك تجسم ربك. حاجه يعني غريبه. واما ما احتج به بعضهم لمذهبهم الفاسد بما روي عن الامام مالك رحمه الله لما ان سئل عن حقيقه الاستواء ما هو، وكان من بعض جوابه هذا مشكل، فليس لهم في ذلك حجه. لأنه سئل عن تحقيق شيء محتمل لأربعة أوجه صحيحة، وهي ما ذكرناه أولا، فأجاب بأن قال هذا مشكل، لأن تخصيص أحد تلك المحتملات الأربعة وكل واحد منها صحيح، فترجيح أحدهم على الثلاثة بغير دليل هو المشكل، فكان تأويلهم على الإمام فاسدا بغير ما ذهب إليه كما تأولوا ذلك في الكتاب. فاسدا يعني مشهور، أو يقول لك ما الإمام مالك قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة واغرب عني يا جاهل أو كده يعني. قال لك مش الإمام مالك قال الاستواء معلوم؟ طب هو قال الاستواء معلوم، أي معلوم، معلوم معناه الحقيقي والمجازي. واخد بالك إزاي؟ ومعناه معنى معلوم، معلوم بالعقل صرفه عن معناه الذي يوحي بالتكسير. ده كلام الإمام مالك، أدي معنى معلوم، يعني معلوم عند عقلاء العرب إن هيشيلوا المعنى الذي يوحي بالتكسير. والكيف عايز تسألني طب أي كيف فيهم؟ محتملات كتير، علشان كده مجهول، والسؤال عنه بدعة لأنه لم يسأل هذا السلف الصالح. فكلام الإمام مالك مستقر معناه، هم قالوا معلوم يعني على الحقيقة، يعني الاستواء الحقيقي، الإمام مالك قال معلوم يعني على الحقيقة، في حين الإمام مالك يعني معلوم صرفه عن الحقيقة. أدي كلام الإمام مالك، معلوم صرفه عن الحقيقة، وتأويله بأي معنى من المعاني المجازية المحتملة ما عندناش دليل على اختيارها، وعلى شكل كيف مجهول. لا أقدر أقول على ولا عامدة ولا إلى ولا خلق ولا ما أعرفش، الله أعلم. أدي معنى كلام الإمام مالك. وجاوبه كتاب برضه، خد بالك الحتة الثانية، كتاب ابن أبي زيد من المالكية، وكان بيقول في عقيدة أهل السنة، فخدوا لفظ ابن أبي زيد من كتابه في المقدمة واعتبروه دليل، وهم فهموه غلط كمان، هيجيبوا لك اهو.
وأما ما احتجوا به لمذهبهم الفاسد بقول ابن أبي زيد رحمه الله في العقيدة التي ابتدأ الرسالة بها بقوله وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، أنه فوق عرشه، هم قالوها المجيد بذاته. شفت بقى؟ يعني خلوه كأن فوق عرشه بذاته، وجعلوا المجيد صفة للعرش، فتأولوا على هذا المعنى عشان يستقر عندهم ما استقر في أذانهم المريضة، في حين أن اللفظ مش كده. هو اللفظ إيه؟ وأنه فوق عرشه، مش الرحمن على العرش استوى، فوق عرشه المجيد بذاته، أي المستغني عنه بذاته، والمجيد هنا صفة لله. وأنه فوق عرشه المجيد سبحانه بذاته، أي غير محتاج للعرش لأن يحمد. أدي معنى كلام، لكن هم قالك وأنه على فوق العرش المجيد بذاته. شفت بقى الجهل، خلوا المجيد صفة للعرش، وبالذات هنا تقرير أنه فوقية بالذات، أنها صفة من صفات الذات، في حين أن الاستوى صفة من صفات الأفعال، صفة من صفات الأفعال أصلا وليس صفة من صفات الذات. ها؟ الشيخ مالك. اه. الكتاب هذا من كتبه المعتمدة. ما انا عارف في العقيدة. نعم. آه. صاحب البيت أقرب. أي. التي ابتدأ الرسالة بها بقوله أنه فوق عرشه المجيد بذاته، فلا حجة لهم فيه أيضا، لأنهم خفضوا المجيد وجعلوه صفة للعرش وافتروا على الإمام بذلك، والوجه فيه رفع المجيد، لأنه قد تم الكلام بقوله فوق عرشه، والمجيد بذاته كلام مستأنف، وهو في من غاية التنزيه، لأن مجد الله عز وجل بذاته لا مكتسبا، ومجد عباده مكتسب، فافتروا على الإمام هنا كما افتروا على الآخر هناك، اللي هو الإمام مالك نفسه. وكيف يجوز من طريق الدين أو العقل لمن له عقل أن يقول في لفظ محتمل الوجهين من طريق العربية أن يقول عن أحدهما وهو الفاسد هذا أراد القائل، وهذا ممنوع شرعا، لأن المؤمن لا يحمل عليه السوء بالاحتمال. يعني أنت لما واحد مسلم يقول لك لفظ يحتمل معنى سيء ومعنى طيب، ليه تحمله على السيء؟ ده أنت مطلوب حسن الظن، فهمت إزاي؟ فإزاي أنت تحمله على المعنى السيء؟ يبقى أسأت الظن بالإمام وأسأت الظن بالأئمة والعلماء وحملتوه على الظن السيء، وكان الأولى بكم أن تحملوه على التأويل الحسن. وإنما يحمل الأمر على أصلحه وهو اللائق بالإيمان، ويحمل على ظاهره وهو الاحتمال للوجهين معا وهو أقل المراتب. وأما البحث معه من طريق العقل والنظر هنقف عنده غدا إن شاء الله تعالى. اللهم علمنا، اللهم فقهنا، اللهم نورنا بأنوار نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كنا بنقص عليهم في الكلام فنحن وصفناهم بالحمير وهم وصفونا بأننا مشركين، فمين اللي أشد عند الله؟ هم اعتبروا أن كل من ليس على مذهبهم مشرك، تصور، لدرجة هم يطلقوا على أنفسهم جماعة التوحيد، يعني بقية المشركين ما يعرفوش التوحيد، هم بس اللي يعرفوا. شفت الحكاية؟ فيعني إحنا مهما قصينا عليهم لم نكفرهم، ولكن هم كفروا سائر الأمة وجعلوا زوار الأولياء والمسلمين العوام والحاجات دي كلها كفار، ويعبدوا المقابر ويعبدوا الأولياء، ونحن لا نعبد إلا الله رب العالمين سبحانه وتعالى. افتروا على الله الكذب وعلى المسلمين. وعشان كده واحد من الناس الطيبين العوام بيحضر على العلماء كتير كده، فسمع كلام الوهابية كتير، فبنقول له تعرف ايه عن الوهابية؟ قال لي مذهب الوهابية ده انا من خلال فهمي، وراجل عامي، ان ربنا جسموه والنبي لم يوقروه والمسلم كفروه، بس هم دول الوهابية. فربنا نبي هو لخصها في الاخر، ربنا جسموه والنبي لم يوقروه والمسلم كفروه. هي فعلا كده، لما تيجي تلاقي ده كلام راجل عامي، بالرغم كده انك انت الكلام عميق، لانه قاعد 20 سنة يحضر على العلماء ويسمع الأولاد، فلخص بقى المسائل اللي كلها فهم الحكاية دي. فربنا ينجينا وينجيهم ويرحمنا ويرحمهم ويفهمنا ويفهمهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلمات كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.